عرفت زراعة الطماطم بولاية أضرار اهتماما كبيرا وسط الفلاحين، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الغرفة الفلاحية في هذا المجال على خلاف الولايات الأخرى. نتابع تفاصيل أكثر في تقرير يمين بالعلمي وهاجر بوعلي. أخذت زراعة الطماطم الصناعية بولاية أضرار خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا وسط الفلاحين، خاصة مع إعادة فتح مصنع تحويل الطماطم برجان. افتح المصنع هذا راه وعاود احيا المنطقه، لان المنطقه هذه راهي منطقه فلاحيه، بصح من الفلاحين كانوا مغبونين في التسويق. اليوم الحمد لله المعمل عاود تفتح، والفلاحين عاودوا استرجعوا الثقه معنا احنا في المصنع. تسهيلات الغرفة الفلاحية بالولاية لحصول الفلاحين على التراخيص والأسمدة المختلفة، ناهيك عن تسهيل نقل المنتوج، كلها عوامل جعلت توقعات المنتوج تفوق 1500 هكتار من الطماطم هذه السنة. هذا العام نترقب من 1300 حتى 1500 هكتار، وهذا الكم الهائل نتاع الإنتاج يعني اللي شجع الفلاحين واللي مشاو مع هذا المصنع هذا بعد غلق يعني دام مده 20 سنه حلف 2015. دونك ما دام الناس يعني كان السوق مضمون، ما يعني السوق التسويق تاع الطماطم مضمونه. دونك الولايه عندها يعني دي بوتونسيال انورم، بصح شنو هو لو فران تاعها؟ سي لو مارشي، لا ديستونس من بين السوق الاستهلاك اللي راه في الشمال والسوق هنا ضعيف تاع الولايه ما يكونسوميش. دونك هذا المصنع دار ان اغرونديسمون وراح حفز فلاحين، ومازال المساحه راهي تطلع من موسم لاخر. اليوم الحمد لله المساحات راهم قاعدين يكبروا، والمصنع راهو قاعد يكبر، يعني السنه اللي كنا كل عام من عام لعام يعني الكميات راهم قاعدين يكبروا ان شاء الله. على خلاف بعض الولايات التي تعاني من نقص المصانع التحويلية، فإن زراعة الطماطم الصناعية بولاية أضرار تحظى باهتمام كبير من طرف الفلاحين، نظراً للعناية والدعم الكافي من قبل الجهات المعنية.